الأهلي العالمي يضيف الصور الإفريقي الثامن بعد الفوز بركلات الترجيح 6-5 على الرجاء المغربي، ويقترب خطوة من ريلامي في سباق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية. كابتن علاء ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن. مباراة ماراثونية عدت مرحلة الصعوبة الحمد لله، لكن هو ده النادي الأهلي، تلعب لحد آخر ثانية، طول ما في وقت أنت بتلعب وعندك أمل ممكن تتعادل ممكن تكسب. كان عندك اليقين ده؟ آه ما تحس إن اتعودت الحمد لله. طبعا على فكرة ده تعود حلو، على فكرة تعود كونك أنت قاعد وعندك ثقة في فرقتك إن مهما الوقت بيعدي ومهما خلاص ناقص وقت قليل قوي انت على يقين. بس اتشدينا جامد جدا جدا طبعا جدا، خصوصا كمان في ضربات ترجيح كمان صعبه جدا، مفيش حد ضايع فيهم خالص، لكن في الاخر الحمد لله بطوله غاليه وبطوله الحمد لله كبير داخل للنادي الاهلي تاني، وكل التحيه للعيبه النادي الاهلي وطبعا جماهيره العظيمه ان هم لحد اخر سنه بيلعبوا على الامل ان هم في تعادل ان شاء الله. صحيح. في تعادل ادام تعادلت دخلت ضربات الجزاء دائما تحس ان البطوله دي لا يعني ربنا كاتبها لك. اه طبعا الحمد لله رب العالمين، والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. كابتن اسامه الف مبروك. اعتقد يعني فوز مستحق نتيجه السيطره الميدانيه في المباراه. اه طبعا بعد ما حصل التعديلات في الشوط الثاني عملت زياده عدديه كويس في ال 18 بنزور شريف وعبد القادر وطاهر في الجانب اليمين وعبد القادر في الشمال وقفشه من وراهم هو وبيرسي تاو، فعملت كثافة ولاحت أكتر من فرصة، فكنا متأكدين إن شاء الله إن ممكن يجي هدف التعادل على الأقل، ويمكن لو كان في وقت شوية كنا هنكسب اللقاء. فمبروك لجماهير النادي الأهلي طبعا كلها، بس طبعا خصوصية أكتر للجماهير اللي حضرت في الملعب لأنها كان ليها عامل السحر. صحيح. إنها تخلي اللعيبة تقاتل لغاية آخر ثانية. مبروك للجهاز الفني واللاعبين كل الناس اللي تعبوا في المباراه، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. مكسب حلو جدا في وقت صعب، والاهلي متعود على كده، وهارد لك لفرقه الرجاء، بذلوا جهد كبير جدا طوال 90 دقيقه، هارد لك ليهم، وهم نادي كبير وربنا يوفقهم في بطولات ثانيه يعني. كابتن عادل الف مبروك، ويبقى دائما النادي الاهلي هو صانع الفرحه للكره المصريه. اول حاجه انا ببارك للجمهور العظيم اللي كان في الملعب، طبعا حاجه غير عاديه لاخر ثانيه. الحاجه الثانيه انا مش هاخد بقى من كلام الكابتن علاء والكابتن اسامه لان شهادتهم مجروحه في حته اللي بعد ال 90، لا انا هاخد من فوز البنزرتي بتاع تونس. لما فوز البنزرتي قال كلمه مهمه قوي، قال لك لا تامل للنادي الاهلي حتى يخسر المباراة ويركب الطيارة ويرجع مصر، قال التصريح ده، ودي حاجة جميلة قوي. ده دي روحنا وأنا سعيد جدا 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 بيه. بص فرحة جماهير النادي الأهلي يا كابتن عادل. كانت بص جمهور عظيم طبعا، جمهور رقم واحد في النادي الأهلي، هو يعني أهم عنصر في اللعب عندنا بالأمان يعني. صحيح. حاجة جميلة، جمهور وافي ودائما ودائما بيحب يتطلع للمكسب للمكسب للمكسب، هو عودنا على كده. على فكره يعني في جمهور احيانا كتير قوي بيجي له حاله اللي هو ايه يأس. تبلد ويأس، واللي هو ايه اللي هو طول الوقت يعني ما يعني يطلع مبرر يقول لك ايه يعني احنا مش بتوع ولا دوري ولا بتوع كاس، في حاجات كده، لكن انت جمهورك طول عمرك كده. صحيح. عاوز تكسب يقول لك الماتش التاني، تكسب له بطوله يقول لك البطوله اللي بعديها، تكسب حاجه يقول لك بكره. شفت اللابتوب اللي كانت محطوطه؟ ما كانت بتقول لك كاس العالم. كاس العالم خلاص تجاوزنا. احنا خدنا دي. خدنا دي اهي كاس العالم يا اهلي. خلاص تجاوزنا دي. شوف يا كابتن الروح بتاعه النادي الاهلي من اول المنتمي ليه من اصغر واحد الى اكبر واحد، بجد يعني حاجه تفرح. انت عندك فخر. اقول لك حاجه، خلينا نبقى منصفين، مش الاهلي يعني مش الاهلي كان النهارده اللي هو السوبر ستار في اللعب، ها، لكن عندك يقين برضو الروح والجدعنه والقلب، وطاهر محمد طاهر لما ينزل وعبد القادر لما ينزل يأدوا الاداء يموتوا نفسهم بغض النظر، واللعيبه نفسها بذلت مجهود مضاعف جدا الشوط الثاني للعوده للمباراه. الناس اللي راحت كاس، انا كنت متخوف جدا بالامانه لانه انا جاي من اخفاق وبطوله عربيه ومجهود جامد واماكن بتلعب غير اماكن. صح. واحباط وحصل كذا موقف، وبعدين السليه قبل ما نبدا المباراه دي كبيره جدا السليه طبعا.
بص يا كابتن، لازم نعترف ان السوليه كان افضل لاعب في منتخب مصر في البطوله العربيه. صح. ده على الاطلاق من افضل لاعبي البطوله. لا، افضل لاعب في على الاقل. صحيح. في المنتخب المصري. صحيح. واخد مرتين افضل لاعب في المباراه. صح. كان ممكن لولا خطا وبيحصل عادي قوي، لكن النهارده لما عنصر مهم زي زي السوليه وتفقده قبل المباراه بالشكل وانت بتسخن، انت عارف فيها مشكله. ولكن في الاخر مبروك، ومبروك للنادي الاهلي وكل الجمهور ومجلس ادارته لاعبته كله كله كله، احنا سعداء بيهم ان شاء الله. الحمد لله مبسوطين منهم. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق والبطوله الثامنه كاس السوبر الافريقي، ويبقى الاهلي دائما يحلق بعيدا. الاهلي لا يعرف المستحيل زي ما بيقولوا كده. يعني الحمد لله ربنا كريم. النهارده مباراة صعبة، واحنا قلنا فرقة الرجاء فرقة محترمة والمباراة مش هتكون سهلة، لكن الحمد لله توفيق ربنا، اصرار لاعبي النادي الاهلي حتى الثواني الاخيرة واللحظات الاخيرة، قدر طاهر محمد طاهر يعني يفرح او يرجع النادي الاهلي للمباراة مرة اخرى. مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وكل المنظومة في النادي الاهلي. النهاردة الحمد لله ربنا ما حبش يخذل الناس اللي موجودة في الاستاد النهاردة. صحيح. شفنا أعداد كبيرة النهاردة من جمهور النادي الأهلي، كانت هي العدد الأكبر اللي موجود في الملعب. لكن الشوط الأول مباراة، الشوط الثاني مباراة ثانية تماما. موسيماني خد بكل أسباب النجاح في الشوط الثاني، وإحنا قلنا هنا في بين الشوطين لازم على طول، التوقيت مهم جدا في المباريات دي. فعلا صحيح، ما تأخرش. طبعا التوقيت، إن كل دقيقة محسوبة في المباراة. مزبوط. قلنا كنا بنطالب ان محمد شريف ينزل من بدايه الشوط الثاني بين الشوطين، عمل كده. وكنا قلنا برضو احمد عبد القادر على طول لو الفوز اتاخر، وغامر وكان عنده جراه هجوميه، خد بكل اسباب النجاح. علشان كده التوفيق جه. اتاخر لاخر ثواني الاخيره، لكن التوفيق جه. وقلنا قبل بدايه المباراه لازم يبقى عندك تركيز في المباراه وتركيز في ركلات الجزاء، مباراه ثانيه لازم تكون مستعد ليها كويس. اخر بطوله خسرها النادي الاهلي كانت امام طلاع الجيش السوبر المصري. ما كانش فيها وقتها الاستعداد للمباراه الثانيه ركلات الجزاء. النهارده استعداد. النهارده لما تشوف التركيز الكبير على كل الناس اللي بتسدد، ناس شايطه تسديدات كلها في حتت صعبه جدا، ده مدي تركيز كبير جدا. علشان كده النادي الاهلي النهارده يستحق الفوز. طبعا الرجاء المغربي جه في الشوط الثاني بدأوا بقى يلجأوا للكرات اللي احنا قلنا معتاده من شمال افريقيا، تضييع الوقت وكان مبالغ فيها. يعني صح. كان الحكم لازم يستحق على الاقل 6 دقايق وقت ضايع. لو كان في وقت ضايع كافي في الشوط الثاني مع نشوه الفوز مع الدفع الكبيره، كان ممكن المباراه تخلص قبل ركلات الجزاء. لكن صح. في المجمل مبروك للاعيبه النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني موسيماني وسامي قمصان سيد حفيظ كل الجهاز الفني، مبروك برضو للجهاز الطبي اللي اشتغل الفترة اللي فاتت وقدر يأهل اللعيبة ويرجعها، رجع من فترة صعبة جدا كأس العرب، إجهاد ذهني وإجهاد بدني، إنك تشتغل على كل النواحي دي. صحيح. ده شيء جيد. برضو تحية للجهاز الفني اللي كان عندك لعيبة في مصر برضو شاركت النهاردة، واحد أحمد زي أحمد عبد القادر بقاله فترة بعيد. مزبوط. جهزته وكان موجود في الصورة، شفنا الشوط الثاني نزل إزاي. فأنت قبل المباراة كان عندك حاجات كتير بتشتغل عليها. علشان كده النهاردة بنقول للنادي الاهلي مبروك، التوفيق جه علشان كل اسباب النجاح النادي الاهلي خد النهارده بيها. صحيح. تعالوا بقى نروح جميعا مع بعض كده لاهلي مدينه نصر وزميلنا فاروق صلاح، ونشوف فرحه جمهور الاهلي العظيم بعد المباراه. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. بطوله السوبر رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي، رهاننا دايما بيبقى على روح لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي والدقيقه 90. النهارده احنا موجودين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، اصغر اعضاء النادي الاهلي او اللي كان موجودين النهارده ما بين الشوطين، انا بساله بقول له هنعمل ايه؟ قال لا هنكسب، احنا واثقين في لعيبه النادي الاهلي. انس برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انس انا سالتك ما بين الشوطين قلت لي هنكسب النهارده. هاي. عايز تقول ايه لعيبه النادي الاهلي النهارده يا انس؟ مبروك. مين نجم المباراه يا انس من وجهه نظرك؟ افشه بصراحه. عايز بقى النهارده تقول ايه لكل الجماهير؟ انت كنت قاعد واثق ان الاهلي هيكسب النهارده. اقول لهم مبروك ويعني شكرا للاهلي. عايز اروح لحضرتك، احنا دايما بيبقى رهاننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وثقتنا في لعيبه النادي الاهلي، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي بتظهر في الدقائق الاخيره. شفت اللقاء ازاي؟ وشفت هدف طاهر محمد طاهر ازاي؟
يعني بصراحة قبل أي حاجة ألف ألف مبروك الأول لجمهور الأهلي ولعيبة الأهلي ولإدارة الأهلي. إحنا بصراحة الماتش اللعيبة عملت اللي عليها، كان في توتر شديد جدا، كان في توتر شديد جدا، توتر شديد جدا بسبب الحكم بتاع المباراة. إحنا يعني اللعيبة بتعمل اللي عليها وبتصنع فرص وبتوصل للجون، لكن المشكلة في تحكيم الأفريقي إحنا لازم نقف يا جماعة، لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل. احنا كل اعضاء المجلس، كل الاعضاء المجلس المكتب التنفيذي في الكاف بيدافعوا عن الناس بتاعتهم، بيدافعوا عن مصالح البلد اللي مختاراهم. ما ينفعش يا كابتن هاني بعد اذنك، احنا في مصر هنا اهو ما فيش حد بيعرف ياخد حقه في الجمهور، الجمهور يتحرق دمه. خلينا نفرح النهارده بفريقنا ونفرح بفوزنا. شكيت ان المباراه ممكن تهرب مننا، كلنا كنا قاعدين في ثقه في لعيبه النادي الاهلي. لا في ثقه، وانا بشكر اللعيبه ورغم الارهاق بتاع المنتخب الف مبروك، واللعيبه لعبوا لاخر دقيقه والحمد لله، والف الف مبروك للمنتخب للاعيبه الاهلي رغم الارهاق. واحلى مسعى كابتن ايمن وكل الضيوف اللي معاه في الاستوديو. عايز اروح لحضرتك والجميله اللي كانت قاعده معانا النهارده، رغم ان الجو برد ويعني درجه الحراره منخفضه، لكن كان في تصميم النهارده تكون موجود انت والاسره النهارده، متعودين على طقوس هنا داخل فرع النادي الاهلي مدينه نصر. طبعا في البدايه بقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. شفنا النهارده النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته، ولكن الرجاء كان مكسور الجناح قدام النادي الاهلي وهو مش في حالته كمان النهارده. بنقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله عاوزين الفتره الجايه يكون في جرينتا من لعيبه الاهلي اللي احنا يعني متعودين عليها، يكون في ان شاء الله اللعيبه تكون حاضره للماتشات اكتر من النهارده اللعيبه ما كانتش حاضره. ولكن احنا مبروك طبعا، وشفنا فريق الرجاء النهارده قدامنا كان ما فيش خالص، ما قدرش ان هو يجاري لعيبه النادي الاهلي، وانا بكرر احنا ما كناش في حالتنا النهارده، ومع ذلك الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز الحمد لله. الحمد لله. عايز اروح لحضرتك، الفرق الكبيره مهم ان انا لما اكون مش في يومي بقدر ان انا احقق الفوز، وده اللي ظهر النهارده من لعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي. الاهلي النهارده اثبت بتكتيك عالي جدا ان هو يرجع في الماتش لحد الدقيقه 90، روح الاهلي موجوده لحد الدقيقه 90 بكل اللعيبه، تكتيك الملعب كان اعلى مستوى، ممكن الجمهور مش شايفه لكن نسبه الاستحواذ 70%، يعني رايحين مفيش توفيق لكن في رجوله في الملعب، حتى التغييرات هي اللي ادت بثمارها، التدعيمات اللي جابها مجلس الاداره، ونشكر مجلس الاداره ونشكر كل اعضاء مجلس الاداره وعلى راسهم طبعا الكابتن الكبير الخطيب، ان التدعيمات على اعلى مستوى، وده بيفرح الشعب المصري. الاهلي مش بيفرح الاهلي بس، ده بيفرح مصر كلها، هتلاقي مصر في كل مناطق الشعبيه والمناطق العامه بيرقصوا بيغنوا. احنا النهارده بنفرح بالاهلي لان كاس دوت الناس مش عارفه ان ده احنا نحتفظ بيه للابد، لان ثالث بطوله على التوالي. عايز اشكر حضرتك واروح لحضرتك النهارده، تقول ايه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي، وان احنا بنلعب لاخر دقيقه النهارده، روح قتاليه عاليه من لعيبه النادي الاهلي. طبعا ده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي، وطول 90 دقيقه بصراحه بيلعبوا بروح الفانله الحمراء، وبصراحه احنا اتعودنا من اعظم نادي في الكون بكل روح وغذاء، يعني بنلعب قدام اي حد وقدام اي فريق في طول 90 دقيقه بالتشجيع وبالحماس، وعمرنا ما بنخلع على النادي الاهلي بدقيقه واحده. عايز اروح لحضرتك، شفت اللقاء من وجهه نظرك ازاي؟ مباراه كانت صعبه جدا وظروف صعبه، في يعني اللعيبه اللي راجعه من المنتخب بوضع عليها الايجاد، شفنا النهارده اصابه عمرو السليم مع بدايه اللقاء، لكن روح لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. هو طبعا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، وبنشكر طبعا الفريق كله، الفريق كل الامل اللي عليه، وبيثبتوا النهارده مره ثانيه اللي هو بلس 90، واحنا كنا قاعدين واثقين تماما 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 بان الفريق هيفوز والاهلي بما حضر. وطبعا سليه من اللعيبه اللي هي من اعمده الفريق والناس اللي هي المهمه جدا، ولكن الحمد لله على كل شيء ده بيثبت ان البلس 90 لسه ما زالت موجوده والاهلي اهلي. عايز اروح لحضرتك واسالك النهارده، عايزه تقولي لعيبه النادي الاهلي فرحه داخل فرع النادي الاهلي، فرحه جماهير النادي الاهلي كبيره النهارده. هو الحمد لله اول حاجه بشكرهم جدا جدا لانهم فرحوا النادي كله وفرحوا مصر كلها، ما فرحوش الاهلاويه بس، احنا فرحنا كلنا، وان هم في اخر دقيقه كان في توتر وكان في كل يعني ضغط عليهم قوي، بس الحمد لله كسبنا في الاخر، وبشكرهم جدا جدا ان هم فرحونا كلهم النهارده فرحه كبيره. وفرحه النادي الاهلي بتبقى مختلفه، فرحه النادي الاهلي بتبقى فرحه لمصر كلها،
عايزه تقولي ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ انا بقول الف 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 مبروك للنادي الاهلي، ومش جديد علينا البطولات، ومش جديد علينا الاصرار لاخر دقيقه، ودايما الاهلي كده مفرحنا، ودايما على طول اهلي بطل السوبر، بطل القمه، البطل اللي فوق دايما. الف الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك، واكيد اكيد اكيد دايما من نجاح لنجاح يا رب. كابتن ايمن، الاهلي دايما هو السوبر، الاهلي دايما بطل في كل وقت وفي كل زمان، دي فرحه الجماهير للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، مستمرين فرحه مستمره للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. فرحه حلوه، ودايما دايما جماهير النادي الاهلي سعيده، ودايما جماهير النادي الاهلي فرحانه، ودايما جماهير النادي الاهلي ورا فرقتها في الحلوه والمره. تعالوا نروح بقى لاهلي الجزيره مع زميلتنا سلا حامد ونرصد فرحه الجماهير هناك بعد مباراه اليوم. اتفضلي يا سلا. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومستمرين معكم في تغطيتنا الخاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وفرحة الأعضاء النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن طبعا خليني في البداية أبارك لك يعني على مباراة اليوم. لاعبي النادي الأهلي لحد آخر لحظة كانوا بيقاتلوا، بيحاولوا إن هم يدخلوا جون، لك الحمد لله قدروا إن هم يتوجوا بلقب بطولة السوبر. هو الحمد لله على المكسب وعلى البطولة الثامنة الكأس السوبر الأفريقي، والأهلي معودنا على كده دايما، على طول بيبقى موجود في المواعيد الكبيرة وموجود في اي احتفال، والحمد لله على المكسب والبطوله ال 23 ال 24 افريقيا. رايك في اداء لاعبي النادي الاهلي؟ الاداء كان كويس جدا، وبالاخص يعني اداء بيرسيتاو واداء احمد عبد القادر، احمد حمدي عبد القادر نزل بصراحه، هو اللي عمل تغيير للماتش، وكانت تغييره موفقه جدا، والحمد لله على المكسب. مليون مبروك طبعا، فوز غالي النهارده، فوز صعب بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تحب تقول لهم ايه؟ والنهارده يعني رايك في ادائهم قدام الرجاء المغربي؟ الماتش كان صعب جدا النهارده. اولا ببارك للفريق واللعيبه ومجلس اداره والجمهور والاعضاء. طبعا ماتش صعب، بس الحمد لله بخبرات اللعيبه والفرقه كلها ملوك الوقت بدل ضايع النادي الاهلي. طب تحب تقول لهم ايه؟ يعني ان شاء الله مستنيين الدوري وكاس العالم للانديه باذن الله، ان شاء الله باذن الله، وافريقيا بس ان شاء الله. طبعا مستمرين معاكم في تغطيتنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعايا احد من اعضاء النادي الاهلي. مليون مبروك طبعا النهارده، فوز غالي، فوز مهم لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تحب تقول لهم ايه النهارده ورايك في ادائهم قدام الرجاء المغربي؟ هو بسم الله ما شاء الله، يعني كانوا لعيبه رجاله وقد المسؤوليه ولعبوا لاخر دقيقه زي ما معودينا في كل مره، والحمد لله. مبروك لمجلس الاداره والنادي واللعيبه والاعضاء وكل النادي الاهلي، الف مبروك. رغم ان كان في اخطاء تحكيميه، ولكن قدروا لاعبي النادي الاهلي ان هم يعني متعودين على موضوع الاخطاء التحكيميه والظلم التحكيمي، بس احنا ما بيهمناش الكلام ده، والحمد لله ربنا بيكافئنا في الاخر لان احنا بنعمل اللي علينا، وعقبال كل مره باذن الله. شفتي الماتش النهارده؟ انا نفسي كل يا رب نكسب على طول، بس عايز الشناوي يبقى احسن واحسن عشان نكسب على طول، يا رب نبقى نكسب الفرقه كلها ويا رب نكسب. تحبي تقولي ايه للعيبه النادي الاهلي؟ الف مبروك. مليون مبروك طبعا النهارده، عايزه ابارك لك على الفوز النهارده، فوز غالي، فوز يعني كبير لكل جماهير النادي الاهلي. رايك ايه في اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده؟ في البدايه مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لفريق الرجاء، مبروك البطوله. اداء لعيبه الاهلي طبعا كان في اجهاد كبير، خصوصا اللعيبه اللي جايه من المنتخب. لا انا كان شايف ان الاداء الى حد ما كويس جدا، ممكن يكون الخطه اتغيرت شويه بسبب ان كابتن عمرو السولية اتصاب، الف سلام عليه. ان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله الماتش النهارده بيثبت ان احنا عندنا حلول في الملعب وحلول كمان بره الملعب. كان في اخطاء تحكيميه كتير، بس ده اللي احنا متعودين عليه، ان احنا دايما بنحاول نجيب البطوله حتى في البلاس 90. حضرتك يمكن طبعا التوقف الدولي ومشاركه بعض لاعبي النادي الاهلي مع منتخب مصر والمده يعني اللي توقف فيها المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن ده اثر شويه على اداء لاعبي النادي الاهلي. هو اثر كتير، بس الحمد لله لعيبه الاهلي دايما معودين ان هم رجاله وابطال، ويشرفوا نفسهم، شرفوا النادي الاهلي، شرفوا مصر، وشرفوا الكره الافريقيه كلها، وان شاء الله في كاس العالم للانديه المره دي هننافس على رقم واحد ان شاء الله. اقول لهم الف مبروك، وان شاء الله موفقين، ودايما تحصدونا كل البطولات ان شاء الله. كده طبعا كان لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والفرحه يعني كبيره طبعا داخل مقر النادي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليكم، تفضلوا. كابتن علاء، فرحه جميله. النادي الاهلي زي ما قلنا محطم الارقام القياسيه، وبيحطم الارقام القياسيه بتاعته. ولو انت لاحظت السنتين الاخرانيين
نادي الاهلي واخد 2 بطوله افريقيا ورا بعض، واخد 2 سوبر افريقيا ورا بعض. دي حقيقه ايمن، وبتقرب لريال مدريد. انت بتقرب لريال مدريد يعني، انت فاهم؟ ناقص بطولتين اهو. ناقص بطولتين. انت في حته ثانيه خالص بس. صحيح. يعني احنا مش بنتنافس، مش بنتنافس على ارقام هنا ولا في افريقيا. أيوة. ولا في دول عربيه. صحيح. ولا في ولا ولا في ولا حاجه خالص. صح. انت دلوقتي هدفك توصل لبطولات ريال مدريد اللي هو النادي الملكي، لكن طبعا يحسب ان 2 افريقيا و2 سوبر افريقيا طبعا دي معدل بطولات كبير جدا، لكن زي ما كلنا اتفقنا زي ما بنتكلم انك خلاص البطوله انتهت الحمد لله والناس كلها فرحانه، ودي احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في بعد الفوز الكلام اللي بتسمعه والوجوه اللي بتشوفه بتاع جماهير النادي الاهلي هي جماهير عاديه. الراجل الناس كلها يعني كلها بيتكلم من قلبه، يعني هو صحيح. مش بيصطنع الكلام، هو بيتكلم من قلبه وبيان فرحته، حتى البنت الصغيره كانت بتتكلم دلوقتي حتى ما تفهمش في الكوره، لكن هي واضح ان هي فرحانه، ده قال لك احنا هنكسب كويس، يعني ما تعرفش احنا كسبنا كله تمام، لكن دي احلى حاجه فرحه الجماهير. طبعا دي احسن حاجه بتساعدنا كلنا، كنا لعيبه او مدربين او حتى من عندنا محللين، الضحكه والبسمه اللي بترسم على وجوه جماهير النادي الاهلي دي ملهاش ثمن. ده بيزود عليك المسؤوليه كلاعب وكجهاز فني. اتعودت على كده، انا كنت بكلمك في اول استوديو خالص، انت داخل على اي بطوله انت ما بتفكرش انك تكسب، انت متعود على كده. بص الفرحه النهارده فرحه هتبقى طاغيه. صح. تعال اسمعني بقى بكره بعد الظهر. خلاص خلص. خش على الدوري. صح. وان شاء الله تخلص. هو ده النادي الاهلي. هو دي عظمه وحلاوه النادي الاهلي. انك انت دايما من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، عشان كده الدولاب بتاع البطولات الحمد لله اللي موجود، ان شاء الله هنكبر الدولاب شويه، بطولاتك بتكبر الحمد لله. صحيح. فدايما الحمد رب العالمين، الحمد لله دايما النجاح نجاح والنصر النصر، وانك الحلو ان انت موضوع انك حلو قوي كده والحمد لله، طبعا الحمد لله كل حاجه، لكن انت دايما بص ان انت تبقى الاحسن، عشان كده دايما الناس لما بتتكلم اذا كان مصريين او غير مصريين لما بيجي بيتكلم على الكره المصريه حته ثانيه بقى، بيتكلم على الحاجه المنوره في الكره المصريه النادي الاهلي، بيشوف ايه النادي الاهلي ده، ايه طبيعه النادي ده، ايه سر ايه سر الحب وسر حب طاغي اللي في جماهير النادي الاهلي ده، وايه سر العقليه اللي موجوده عند الاداره او عند اللعيبه او عند كل الناس. حس ان الحمد رب العالمين مش بقلل من حد، بس عقليه النادي الاهلي على كل مستويات ايمن انت في حته ثانيه خالص من اول اداراتك، يعني ما شاء الله الاداره دي كابتن محمود ومجلس اداره. انا عايز اسالك سؤال في النقطه دي يا كابتن علاء، حتى اللي بيجي من بره، حتى اللي بيجي من بره ما بيفوتش عليه وقت كبير وبتتنقل له عقليه لعيبه النادي الاهلي وعقليه النادي الاهلي. عقليه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي بتتنقل لك في ثواني، ما تاخدش وقت. منين؟ لا اصلا احنا دلوقتي حتى بنلعب من غير جمهور. هقول لك حاجه. منين؟ مفيش حد بيقول لك. ما انا عشان كده بسالك. انا بقول لك انت سبحان الله، يعني انت ما تعرفش تخش النادي الاهلي، انت تحس ان انت دخلت مكان تاني، ليه نظام وليه تفكير تاني خالص، ولوحدك من غير ما حد بيتكلم معاك انت بتخش في النظام ده، لان انت ما ينفعش تخرج بره النظام، بتخرج بره النظام انت بره النادي الاهلي. منبوذ. مش حكايه منبوذه ايمن، لكن دايما النادي الاهلي ليه نظام وشكل معين، الذكي اللي بيخش في نظام النادي الاهلي بيوصل لحته تانيه خالص، لكن صدقني ما فيش حد بيقول لك لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، يعني انت اكبر مثال معانا، لما جيت من كروم جاي نجم وجاي هداف الدوري وكده، بس جيت النادي الاهلي ما فيش حد قال لك اعمل كذا ايمن، ودايما تفكر في البطولات ودايما يبقى كلكم زي اسره واحده، ما فيش. هي حاجه سبحان الله تدخل النادي الاهلي انت بتكتسب الحاجات دي، بتتزرع فيك من غير ما تعمل انت نفسك مجهود، انك انت تحس ان هو يعني حاجه بتحصل لك يوميا، خلاص يوميا اتعودت تروح النادي، بتشوف الناس بتتمرن ازاي، بتشوف تفكير النادي ازاي، بتشوف بتوع مجلس الاداره بيتكلموا ازاي، الناس كلها عندها هدف واحد بس، النادي الاهلي ده في اعلى حاجه، عشان كده ما فيش حد بيدور في مجد شخصي، يعني صح. كله بينصهر كده عشان يبقى النادي الاهلي، الكلام ده مش من الايام دي او من اللي قبل او من اللي قبل، هو ده النادي الاهلي. انا دايما بقول كلمه ايمن، النادي الاهلي ما اتعملش في يوم وليله ولا في سنه ولا في 10، النادي الاهلي سنين طويله، لكن اللي موجود في النادي الاهلي نظامه. نظام، والنظام بيتطور سنه عن سنه عن سنه، مواكب كل اللي بيحصل، كل التطور اللي بيحصل ده، تحس النادي الاهلي مواكب ماشي مع الناس دي كلها ما بتاخرش، ودايما النادي الاهلي هو اللي صباه، دايما لما تيجي تحط تعمل مثال
انا عايز ابص على مثال كده يعني هروح على النادي الاهلي. الناس دي بتشتغل ازاي؟ الناس دي يعني عقليتها ايه؟ تفكيرهم ايه؟ لما اللعيبه تفكيرها ايه؟ المدرب فين بيجوا؟ مجلس ادارات على مختلف اشخاصه. تحس حتى مجلس اداره اللي موجود هو نفس التفكير. اللي مشي لا جه مجلس اداره جديد هو نفس التفكير. عشان كده دايما الكل بيشتغل لصالح النادي الاهلي. بس عشان كده بقول لك اكبر نعمه يعني الحمد لله من نعمه كبيره ربنا انا معلنا فيها ان احنا كنا في يوم من الايام منتمين للنادي. صحيح يا كابتن علي. كابتن اسامه يمكن قلنا ان التفوق منطقي او مكسب النادي الاهلي منطقي، بس امتى وانت ممكن بتفرج معانا بره كنا احنا كلنا قلقانين، امتى القلق زاد عندك وحسيت ان في صعوبه ان احنا نرجع الماتش؟ مفيش شك القلق زاد لما كل ما الوقت بيعدي وكان ناقص خلاص دقيقتين ثلاثه والشوط الثاني ينتهي، وخاصه ان مفيش اكسترا تايم. يعني لو في انك انت تتعادل وتكسب كنت متاكد انها تكسب لو الوقت انت جبت الجون بدري مثلا ناقص ربع ساعه ثلث ساعه او في اكسترا تايم، لكن مبدئيا انك انت تطلع متعادل حتى لو هتلعب ضربات جزاء ابتدت تروح شويه، رغم من جوانا عندنا الثقه ان احنا بنلعب لغايه اخر ثانيه وعندنا الامل، وخاصه بعد التعديلات اللي حصلت واتزان الملعب بوجود طاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، احمد عبد القادر اللي حرك الدنيا ناحيه الشمال، طاهر حرك الدنيا ناحيه اليمين، بيرسي توا عمل حركه كبيره من ورا شريف، وحتى في فرص كتيره لو ما نيجي نراجعها هتلاقي وجود شريف حتى لو هو مش هو اللي بيلعبها لبيرسي تاو زي اللي حطها من فوق الجون، بقيت فيه وقفشه من وراهم كمان، تحس في تهديد للمرمى واحساس ان انت قربت. بس طبعا ما فيش شك ان الوقت كل ما بيضيق طبعا كل ما بتصعب علينا، فهو ده القلق اللي حاصل في اخر خمس دقائق يعني. لكن الحمد لله اللعيبه يعني تعبت في خلال ال 90 دقيقه، رغم انه كان في استعجال في فترات كتيره من اللقاء، خاصه بعد احراز الرجاء لهدفه الاولاني كان في استعجال ورعونه وعايزين نرجع للماتش بسرعه، فكان في استعجال وما كانش في كمان قلنا الشوط الاولاني ما كانش في الزياده العدديه اللي جوه ال 18 جوه منطقه الجزاء، خاصه ان بيرسي تاو كمان كان بيروح احيانا كتير بيروح على الاجناب، فال 18 بيبقى فاضي جدا. صحيح. مفيش ما تحسش تحس ان المدافعين الرجاء كانوا مرتاحين. مزبوط. لكن التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني من بدايته من نزول شريف ثم عبد القادر ثم طاهر، تحس ان بقت في كثافه جوه ال 18. صحيح انت خاطرت شويه بطلوع السردباكين بتوعك ايمن اشرف وياسر ابراهيم، بس كان لازم تعمل كده لانك خلاص الوقت بيضيق معاك وما فيش وقت. لكن الحمد لله زي ما قلت لك الجون جه في توقيت حلو جدا، وطبعا تحيه خاصه لبيرسي تاو انه اللحظه الصعبه دي انس الزنيتي مره واحده انس الزنيتي كان قفل الزاويه الضيقه كان هيطلعها لو هو لعب كان هيطلعها، هو كمان ما بيلعبش بيمينه وكان جسمه لبره كانت صعبه جدا يعني فكر كويس قوي التهويشه ثم انه يرجعها لطاهر بالطريقه دي وطاير رقص وزق برجله الشمال عدت من بين رجل المدافع، الحمد لله يعني جه الجون في توقيت قاتل. وزي ما انا قلت كمان انه من عدم حظ الاهلي انه الجون جه في الدقيقه تقريبا 90، يعني ما كانش عندك الحكم حسب 3 دقائق، لو في حتى 10 دقائق مثلا او كده كان احساسي بعد الجون الدفعه بتاعت اللعيبه والفرحه بتاعت الهدف هيحصل احباط شويه لفرقه الرجاء، بس ما كانش طبعا الوقت كان خلص فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره تاني ولاعيبته وادارته وكل الناس، وانا سعيد جدا برضو للجماهير اللي في قطر تاني لانه اكيد جالهم بعض الاحباط خروج المنتخب خروج المنتخب وبالذات في المباراه كمان حتى بتاعت الثالث والرابع ضربات الجزاء امام المنتخب القطري، وفي بعض اللعيبه من عندنا مش بس اللعيبه خارج النادي الاهلي، انا بتكلم حتى اللعيبه اللي عندنا كان
هيبقى في احباط كبير ليهم انه يخسروا البطوله بتاعه الكاس العرب مع المنتخب ثم السوبر الافريقي مع النادي الاهلي. فالحمد لله جت في توقيتها، ومبروك تاني لكل جماهير النادي الاهلي وبالاخص الجماهير اللي متواجده وعايشه في منطقه الخليج وقطر تحديدا، عشان لسه كنا المنتخب خارج يعني. فالحمد لله. كابتن عادل، اللي عايز اسالك على نقطه التحول في مباراه الشوط الثاني، هل هي التغييرات بس؟ هل هي روح وشخصيه لعيبه النادي الاهلي؟ هل هي هبوط العامل البدني والمستوى الفني او الطموح لفريق الرجاء؟ لان هم تقريبا ما عملوش ما شكلوش خطوره ابدا الشوط الثاني على مرمى محمد الشناوي. هو احنا نتكلم على ان هم مستواهم اقل مننا كتير فنيا، ده فنيا يعني. دي رقم واحد. رقم اتنين، هم مش مصدقين نفسهم الشوط الاولاني لما يطلعوا جابوا جول كسبانين النادي الاهلي. الحاجه الثالثه، الوقت مر بيهم حوالي، دخلنا في 30 35 40 دقيقه، وبعدين وصلنا ل 45 دقيقه يعني، جبنا الجون في قبل الوقت الضايع يعني. فهم كل العوامل دي كانت مأديه ان هم بيدافعوا، بس انت كنت الافضل. التغييرات المهمه اللي اتعملت، ويمكن من افضل التغييرات طاهر وعبد القادر، وقلنا كتير يعني اللعيب اللي عنده سرعات واللعيب اللي عنده مهاره زي عبد القادر، اللي عنده سرعات وقوه زي طاهر، واللي يقدروا يتخذوا القرار في اللعب، مهمين جدا في الوقت الحالي في النادي الاهلي. في لعيبه كويسه ولعيبه كبيره وكل حاجه، لكن ما عندهمش يعني ثقافه اللعب في الاهلي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى في لعيب عنده قدام سرعات، كره بقت سرعات واقدام وقلب وروح. ادينا شفنا يمكن تاوي النهارده الكره اللي كنت اسامه كان بيتكلم عليها وبيشكره ان هو رجعها، وعمل واحده قبليها. هو مهارته كده، كان المفروض يشوطها في الجون مره واحده، هو عملها بكعبه. هو بيفكر الاول يمرر قبل ما يجيب جول، بس بتاعت اللي هو عملها بكعبه عادل كانت لازم يعملها مره واحده. ايوه بالظبط، انا اللي بقوله دي كانت ثقافه عنده. بص يا كابتن، انا قلت لك ان هو دي ثقافته. هو ما هو في لعيب زي محمد شريف، الجون الاول قبل اي حاجه. طبعا في لعيب هداف، هو الهداف كده. الهداف كده، الجون الاول وان تاتش يلعبها. لازم يبقى عنده نوع من الانانيه، مظبوط، لازم يكون عنده نوع من الريسك، ياخد الوقت ويعمل ريسك كبير ان هو يشوط وعشان يجيب جون، لان الجون ما بيجيش الا بريسك. صح. اما الكره اللي هو عملها بكعبه الاولانيه دي كده لازم يحطها وان تاتش. دي انا خفت لا يعملها وان تاتش وما يبصهاش. ده يديك هو لعيب كويس. هو يعني عايز اقول لك هو من اللعيبه التقال. صح. لسه كمان لما يبقى في تفاهم ما بينه وما بين شريف، او نقدر نقولها لما الملعب يتعدل شويه، لان عندنا بلغه التكتيك في عوامل تكتيكي شويه يعني. لازم في عدله شويه، اللي هي عدله قفشه مع ما يقدرش يلعب في الثالث دي، وما يقدرش يلعب على طرف الشمال، وما يقدرش يلعب جناح. وادينا شفناه جناح كتير قوي في اكتر من مباراه ما نجحش فيها. يمكن ابرزهم مع فايلر لما لعب مع الزمالك. ايوه. فانا بقول يمكن كابتن اسامه حسني قال كلمه عجبتني بين الشوطين، قال لك يرجع لي كلمة واحدة بس، 4-2-3-1. ايوه. ليه يرجع ل 4-2-3-1؟ علشان قفشة. ايوه. انت فاهم؟ عشان تعدل الملعب. لا قفشة. طبعا هو انت يعني لما قفشة يخش جوه الملعب هتعدل الملعب. وظف المكان بتاعه اللي هتاخد منه بالظبط النتيجة اللي انت عايزها. بالظبط. انت لا تخسر قفشة. نرجع مرجوعنا لو فاكر. مين اللي بيدي قرار سيستم اللعب؟ المدرب ولا اللاعبين؟ قلنا اللاعبين. أيوة. الناس فاهمه ان اللاعبين هم اللي هيقولوا، هم قماشه اللاعبين. صح. فانا لما يكون عندي لاعب سوبر زي قفشه اعدل له لعبه. مزبوط. ممكن اقعده احتياطي. او ممكن امرنه يبقى ديفندر تاني لو هلعب بثلاثه فلات، اللي هم الثلاثه حمدي فتحي بيبقى واحد فيهم، تستحمل يلعب مع ديانج ويستحمل يلعب مع يعني مش هيدافع 100%، لكن بالزبط. لا ما هو انا ادي يا كابتن
انا بلعب باربعه في وسط الملعب لان علي معلول واكرم توفيق ما بيلعبوش باكات، بيلعبوا الاثنين نص ملعب. فانا بلعب باربعه نص ملعب، ما فيش مانع ان يبقى واحد من الاثنين، وبالاخص انت الاهلي يعني. كاس العالم الانديه ما اقدرش العب كده طبعا، ما اقدرش لان هلاعب فرق مستوى كبير. الفرق طبعا يعني على فكره انا كنت بتناقش مع ناس وبيتكلموا معايا في الاهلي بمن حضر. فواحد متحمس من نادي تاني يعني، فبيقول لي وانتوا ليه مش عاوزين تلعبوا كاس العالم للانديه باي لعيبه من النادي الاهلي؟ قلت له الاهلي بمن حضر عليكم على الفرق هنا، لكن بره مع تشيلسي لا، الاهلي بلعبته. ايوه انت فهمتني يا كابتن، الاهلي بلعبته طبعا، لكن عليكم ماشي، الاهلي بمن حضر اقل واحد ممكن يكسب اي حد. فهي حته الروح كمان يا كابتن، الثقافه هي عدوى. ايوه في لعيبه لسه جايه السنه دي وبقى لها خمس شهور وثلاث شهور بس هي الموضوع ايه؟ اللي بينعكس من الاداره بينعكس على اداره الكوره على اللعيبه واللي بيشوفوه من الجمهور في الشارع كتير قوي. الناس عارفه ان جمهور النادي الاهلي ما بيقساش على لعيبته. ايوه جمهور النادي الاهلي نظرته بتقسى على اللعيبه. ايوه بس دي عدوى مش مكروهه، دي عدوى محببه لينا كلنا. لا يعني جمهور الاهلي عمره ما يهينك ولا يشتمك بالامانه، لكن جمهور النادي عتابه ليك، جمهور النادي عتابه ليك بنظره زعل وزعل ويزعل منك. صحيح. وانت مش تبقى عارفه ولا هو عارفك ولا انت نجم بتلعب في النادي، لكن لما بيشوفك وانت ماشي ما يكلمكش، بس انت بتحسها، تحس انه هو زعلان. صح. فعلشان كده انا بقول لك النهارده اللي حصل من النادي الاهلي يعني مش هنقول ان احنا متوقعينه، احنا متعودين عليه. صحيح. ولكن نحمد الله الحمد عليه التوفيق. ودي اهم حاجه لانه في حاجات برضو يعني فيها اتوفقنا في اخر كوره. صح. عملنا ماتش كويس لكن هو التوفيق من عند الله. صحيح. ان احنا كسبنا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه، قبل ما اسالك على قلقك واحساسك ايه لحد الدقيقه 89 واحساسك ايه بعد جول طاهر، عايزين صوره السيلفي الثامن ده، ناخد السيلفي بتاع كل مباراه فوز كده، متعودين على كده بتاع كل بطوله. بس النهارده بقى العلامه بتاعتنا ايه؟ هتبقى الثمانيه دي البطوله. ايه دي البطوله الثامنه، وعايزين التاسعه يا اهلي ان شاء الله بعد ال 11. ناخد بقى السيلفي بتاع النصر. يلا كابتن علي، تعالى افضل لا ولا تعالى يلا بينا، اطلع لكم هنا عشان اجيب الناس كلها. انت اللي تيجي مش احنا. يلا كده. انت شايفني ظاهر يا كابتن؟ شايفك. واحدة تانية. كويس قوي كده، عقبال كل بطولة ان شاء الله. ده سيلف البطولة، تسعة هنعملها ازاي؟ البطولة الثامنة، بطولة السوبر الافريقية، تسعة هنعملها ازاي؟ عقبال كل تسعة هنعمل تسعة كده. لا كده. قول لي بقى، انت كنت قلقان جدا قبل الماتش وانا كنت قلقان جدا قبل الماتش. انت لحد الدقيقة 89 كان احساسك ايه؟ وبعد الدقيقة 89 و50 ثانية كان احساسك ايه؟ اولا يعني انت قلقان من قبل المباراه علشان بطوله، مباراه وحيده. لا بس انت كنت قلقان من كده ولا كان في مؤشرات هي اللي مديلك القلق ده؟ الظروف اللي كانت فيها فرقه النادي الاهلي قبل المباراه، لو انت بتلعب مباريات في الدوري عندك تجميعة اللعيبه، عندك التجانس، ماشي بخطوات كويسه في الدوري، فكنت تروح تلعب مباراه زي دي يبقى عندك اريحيه وعندك تركيز عادي. كويس. حته ان كل مجموعه في ناحيه يعني المنتخب، لعيبه المنتخب عندك سبع لعيبه اساسيه من النادي الاهلي، قوام اساسي في منتخب مصر، عندك بدر بنون في منتخب المغرب، عندك علي معلول في منتخب تونس، عندك لعيبه موجوده في مصر. انت برضو فتره التوقف ما تقرب من 3 اسابيع او 25 يوم، ما انت مش عارف حاله اللعيبه ايه برضو بعيده عن المباريات الرسميه، فكل الامور دي بتخليك تقلق قبل المباراه. يحصل لك اصابات لعيبه مهمه، ايمن اشرف، بعد كده تلاقي احمد عبد القادر بعيد، فالظروف المحيطه تخليك تقلق قبل المباراه. وبرده حاجه تانية ان البطوله مباراه وحيده، مش شرط ان الافضل يكسبها. مظبوط، احنا قلنا كده قبل المباراه. الرجاء النهارده في اول دقيقه بيخطف جون
وطول 90 دقيقه خلاص نايم وبيضيع وقت وبياخدك لاسلوب مش اسلوب النادي الاهلي. لكن مع الفوز النهارده كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. علشان ربنا يديك التوفيق اكيد في اسباب للنجاح. اسباب للنجاح اهمها ايه من وجهه نظرك؟ ما هي مش سبب واحد، انت اسباب كتير. إيه؟ انت ابتديتها من مصر من هنا كويس، وانت بترتب للسفريه قرار ان الكابتن محمود الخطيب يكون هو رئيس البعثه. رئيس البعثه النهارده بيديك شده للفرقه، بيديك تركيز عالي، بيديك النهارده. كان علي معلول قال لي مره مجرد والكابتن بنشوفه معانا في الطياره خلاص عارفين ان احنا عندنا هدف. أيوة. عندنا تركيز، رايحين لمهمه يعني مهمه جدا. فعلشان كده بدايه اختيار مجلس الاداره للكابتن محمود الخطيب انه يكون رئيس للبعثه في مباراه مهمه زي دي، ده كان بدايه الترتيب وبدايه الاسباب. انك انت بتروح للتوفيق او للاسباب الفوز. الكثافه العدديه لمجلس اداره ورا النادي الاهلي كمان. طبعا مجلس الاداره كله كان موجود هناك، مؤازره كبيره جدا منهم وكلهم على قلب رجل واحد. الحاجه الثانيه تجهيز اللعيبه اللي كانت موجوده في مصر، واحنا قلنا اللعيبه بعيده عن المباريات ما يقرب من 25 يوم بعيده عن المباريات الرسميه. اخر مباراه لعبتها كانت امام غزل المحله، كانت فوز وفوز صعب. النهارده لما انت تبدا تجهز لعيبه انت استعنت بها النهارده كانت موجوده في مصر، قلنا ياسر ابراهيم موجود، انه يجي من بره فجاه واحد مره واحده السوليه يكون موجود في الملعب. تاني حاجه قلنا يكون موجود حسين الشحات. احمد عبد القادر النهارده اللي هو انا بعتبره رجل المباراه وكان واحد من نجوم المباراه، احمد عبد فعلا. طبعا نقطه التحول، وهو ما شاء الله عنده شخصيه، لاعب واعد، لعيب صاعد، لعيب ان شاء الله هيكون مستقبل كبير للنادي الاهلي. صحيح. صاحب الهدف طاهر، محمد طاهر. صحيح. دي كلها لعيبه كانت بعيده عن المنتخب جهزتها، ظهرت النهارده بشكل كويس جدا. بيرستاو، انا بس عشان ما انساش حد، بيرستاو طبعا من العناصر اللي كانت موجوده في القاهره. فانت اشتغلت على تجهيز اللعيبه دي ماتشات وديه. لعيبه المنتخب بقى، انت النهارده جالك لعيبه على المعسكر، المعنويات تحت. صح. خروج من المنتخب، كنت تسعى المركز الاول، لعيبه متعوده على البطولات. طب ما تيجي نشوف يا كابتن اسامه مع بعض المعنويات بقى بعد ما كسبنا. تعالى يا مدرسه ونروح لزميلنا بقى كريم احمد، زي ما عودناكم دايما في قناه الاهلي، الحصري معانا. الحصري معانا، رصد فرحه لعيبه النادي الاهلي في غرفه الملابس على قناه الاهلي معانا برضو. تعال نروح لزميلنا كريم احمد ولقاءات الفرحه ما بعد المباراه ولقاء مع الكابتن محمد الشناوي. اتفضل يا كريم. قبل المباراه قلنا ان شاء الله ما توصلش لبعد 90 دقيقه، لكن قلت لك ثقتك كبيره جدا فيك الحمد لله. اداء رائع وجمهور النادي الاهلي الحقيقه سر الفوز كالعاده. حابب تقول للعيبه الرجاله بعد الحصول على بطوله السوبر؟ بقول لعيبه انتوا كنتوا رجاله النهارده على قد المسؤوليه، وبقول لهم انتوا احنا كنا في الاول كنا متعصبين في اول ربع ساعه، بس الحمد لله ده من التركيز الزايد. بقول لهم الف الف مبروك. احنا طول ما احنا ايد واحده، طول ما احنا ايد واحده في الملعب هناخد كل البطولات الحمد لله. اهم حاجه بالنسبه لي كنا نرجع الجمهور ده كله مبسوط، روح فرحان. الحمد لله قدرنا نروحهم فرحانين، وهم اللعيبه عارفين احنا ممكن نجيب جون في اول دقيقه وممكن نجيب جون في اخر دقيقه. الحمد لله واتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا، حتى لو استقبلنا هدف لازم نكون على قد الراس المرفوعه، وهم يعني صراحه سمعوا الكلام وماسكين المباراه من اول الماتش. قول لهم الف 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 مبروك. احنا بقى لنا فتره ما كناش مع بعض الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله خبرات اللعيبه الكبار اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده كلهم على قد المسؤوليه. وبقول لهم الف 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 مبروك، ومبروك للجهاز الفني، مبروك للاداره، مبروك للناس كلها. الحمد لله على كل شيء. بطوله جديده للنادي دخلت النادي، والحمد لله على كل شيء. هتاف الجمهور للشناوي اول ما بتنزل الشناوي الحقيقه يمكن كله جسمه 10 حقيقه، لان الهتاف كان رائع ومميز جدا. احساس الشناوي بيبقى، انا عارف طبعا الشناوي متعود على كده، لكن العدد الكبير ده ما بنشوفوش في مصر بشكل كبير. اكيد طبعا العدد الكبير ده الحمد لله احنا يعني شفناه هنا في قطر، الملعب متقفل جمهور النادي الاهلي. بقول لهم يعني الف 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 شكر طبعا، واحنا عشان كده اللعيبه كلها بيهتفوا لهم، واللعيبه عارفه يعني ايه قيمه الجمهور النادي الاهلي. عشان كده لعبوا النهارده بالروح واخر دقيقه، عشان كده رجعنا جبنا جون في دقيقه 90 بدعوات الجمهور. والحمد لله الف 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 مبروك. مبروك للكابتن قفشه، مبروك للكابتن شريف واللعيبه كلها. لا لا دول
الكبير بتاعنا والمخيب جنبه. يلا الحمد لله والف الف مبروك، وبقول للاعيبه انتوا رجاله الحمد لله على المباراه على البطوله، والف الف الف مبروك. نشكرك شكرا جزيلا. بنشكر اكيد وحش افريقيا الشناوي على ادائه الرائع الحقيقه واداء كل لعيبه النادي الاهلي. روح كبيره كابتن ايمن زي ما اكدنا واصرار كبير، توفيق ربنا الحمد لله كان معانا ركلات الترجيح، لكن لكل مقتدى نصيب بنبارك من مره ثانيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي وكل الحقيقه. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. كابتن مسلم اتفضل كمل كلام. فرحه حلوه طبعا، معنويات مرتفعه، دايما تراهن على الاهلي وانت كسبان. يعني من ايام قليله خروج المنتخب او تحقيق المركز الثالث في بطوله كنا ممكن نحقق افضل منها، الناس كانت المعنويات تحت شويه. الناس مش فرحانه، تراهن على الاهلي دايما صانع السعاده في مصر. شوف الجماهير، شوف الفرحه في الدوحه كمان هناك بعد خروج المنتخب، شوف فرحة المصريين هناك، فرحة الأهلوية هناك عاملة ازاي، الفرحة الموجودة في الدوحة دلوقتي. بعد جول طاهر عملت ايه؟ بعد جول طاهر كنت قاعد صراحة في الأوضة بتفرج مع الأستاذ إيهاب الخطيب والكابتن سامي الشاطر. قمنا الثلاثة حضرنا بعض جامد قوي، ويعني كانت فرحة جميلة. ما كنتش متخوف من ركلات الترجيح؟ صراحة أنا متخوف من المباراة كلها، الفرقة صعبة بعد جدا. ما وصلنا ما جاش في بالك السيناريو بتاع منتخب مصر ركلات الترجيح؟ موسيماني من الواضح انه محضر كويس جدا النهارده لركلات الجزاء، وكنا بنقول قبل المباراه لازم عندك مباراه تانية في حاله التعادل السلبي او الايجابي، عندك مباراه تانية ركلات جزاء لازم تكون مستعد ليها كويس، خاصه انك انت اخر بطوله خسرتها كانت السوبر المصري لما طلع الجيش خسرتها ركلات الجزاء. فانت النهارده لما تشوف حتى الترتيب، ترتيب اللعيبه اللي شاطت، انت دخلت الاول بواحد زي علي معلول، علي معلول من اللعيبه المميزه وعنده ثبات انفعالي جدا في الحاجات دي. تاني واحد اكتر ضرب جزاء كنت قلقان وهو بيسددها بدري بنون علشان هو لاعب في رجاء، حارس مرمى الرجاء يعرفه، عارف طريقته. حتى الركله الوحيده اللي حارس مرمى الرجاء ما ترماش فيها، فضل واقف في نص الملعب وبعد التسديده قال له لا انت شغلت مخك يعني فيها. كان فيها مهاره عاليه جدا. بعد كده شفنا احمد عبد القادر شاطه برده بمهاره عاليه، شفنا اكرم توفيق، شفنا بيرسي تاو. مع ان احمد عمل حاجه غريبه جدا هو وبيرسي تاو، وقفوا قريب جدا من الكوره، فالواحد قلق شويه ان هو بس ده مستعجل. ده تكنيك لعيب، عارف هو تكنيك لعيب. ايوه ما انا عايز اتكلم عشان كده. ده في ناس بتوصل والله الراجل بتاع كوره برده والله. ايوه طبعا لاعب كده. ايمن كان بيلعب كوره. كان هداف كبير طبعا. ما كانش بيشوف بنالتي. هو النهارده ده اسلوب لعب في شوط ركله الجزاء. ما هو النهارده مش يعني اكيد في تدريبات طبعا بتشوط فيها، حتى بيبقى ليك زاويه، اسلوب الطريقه اللي انت بتلعب فيها، في لعيب بياخد القرار في الزاويه دي وبدخل خلاص، حتى لو الحارس رايح فيها بسددها بقوه في الزاويه دي، كره اسرع من الحارس. وفي واحد زي بدر بنون بيبدا يروح خطوه الثانيه ويرفع عينه ويبص الحارس وبيلعب على تحركات الحارس دي. مدرسه ثانيه. لكن النهارده الناس كلها اللي سددت النهارده كان في تركيز عالي، حتى الشناوي معظم الكرات رايح معاها، لكن الكره كانت متشاطه من لعيب الرجاء اقوى واسرع، عشان كده كانت بتدخل في الشناوي. لكن الركله الاخيره الحمد لله كان فيها توفيق. صحيح. المجمل ان الاهلي خد بكل اسباب النجاح علشان يروح المباراه، عشان كده التوفيق جه في الدقيقه 90. النهارده وانت بتلعب النادي الاهلي ما تضمنش ان خلاص كسبت المباراه قبلها بخمس او 10 دقائق. اثناء المباراه واحنا بنتفرج لقطه لاعب الرجاء وهو لما خد الكره ناحيه اكرم توفيق، هو بيجري بالكره راح واقف بالكره وراح باصص فوق كده للساعه وللجماهير، لحظه استعلاء. من بعد اللقطه دي ايوه محمود بن حليب. محمود بن حليب في اللقطه دي واحنا بنتفرج للامانه برضو عشان اديله حقه على الهوا، كابتن اسلام الشاطر واحنا قاعدين قال الاهلي دلوقتي هنتعادل. عارف اللقطه دي فكرتني عشان اديله حقه برضو. عارف اللقطه دي فكرتني بايه؟ مع الفرق طبعا كنا الاهلي والمصري نهائي كاس مصر، والمرحوم سيد متولدي رئيس المصري بيجهز بالكرافات. واحد زميلنا كان في المجموعه اللي موجوده في الاستوديو جاب جول تعادل وكسبنا ساعتها 3-1. طب مين اللي جاب جول تاني؟ كان في الاستوديو. كان في الاستوديو. بتقول لي ما لا انا حتى لما وصلنا لركلات الترجيح كنت واثق بنسبه كبيره جدا ان الاهلي هيكسب.
حتى لما وصلنا 5-5. لا يا راجل والله العظيم يعني دفعت الفوز يعني. الهدف الاخير اللي جه النهارده كان فيه ذكاء كبير جدا، حتى الكره اللقطه الوحيده، احنا الشوط الاولاني واحنا بنشوف كرات عرضيه كتير ما كانش فيه عندك كثافه هجوميه، لكن التغييرات اللي عملها موسيماني النهارده، وقلت برضو ان توقيت التغييرات مهم جدا. لو تاخر في تغيير محمد شريف ما كانش بين الشوطين، انت بتخسر النادي الاهلي وقت او بتحرق بنزين على الفاضي. لا التوقيت مهم جدا. احمد عبد القادر بعديها في الدقيقه 61 التوقيت صح، بتركب لعيبه النادي الاهلي الجيم، بتخليهم هم ليهم الافضليه، المعنويات مرتفعه. حتى تغيير طاهر بقى وطلع ياسر ونزل حمدي فتحي، خلاص انت بتغامر الجرأه الهجوميه، خلاص اما الوقت خلاص فاضل 15 دقيقه، فما عنديش حاجه ان انا ابكي عليها. كان في جرأه هجوميه من موسيماني. الحاجه الثانيه برضو بنحيي لعيبه النادي الاهلي، الفتره اللي فاتت لعيبه كانت تحت اجهاد كبير جدا، مباريات متتاليه، لعيبه بتلعب 120 دقيقه مع منتخب مصر بكل اخلاص وامانه، ما بتفكرش اصل انا عندي مباراه مع النادي الاهلي مهمه سوبر افريقي، لا انا النهارده مع منتخب بلدي انا بقدم اقصى حاجه عندي. كنا بنشوف اللعيب يجيله شد ويكمل المباراه. صحيح. النهارده خرجوا من المنتخب مع النادي الاهلي واللعيبه منهكه، اللعيبه تعبانه ذهنيا ومعنويا وبدنيا وكل حاجه، قدروا النهارده يرجعوا الفرحه تاني لجمهور النادي الاهلي. فعلشان كده لعيبه النادي الاهلي النهارده تستحق التحيه. مبروك لكل منظومه الاهلاويه النهارده، المهير كانت مؤازره بشكل كبير النهارده، كان ليها دور مهم جدا، واحنا كنا سامعين الهتاف بتاع الجمهور واحنا بنتفرج طول 90 دقيقه، والاهلي متاخر وجماهير النادي الاهلي في الدوحه هناك بتشجع بشكل كبير جدا وعندها ثقه في اللعيبه انها ممكن ترجع. طيب. فبنحيي كل الناس برضو، علشان ما ننساش بنشكر الجهاز الطبي، الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله. عندك لعيبه مهمه جدا في الفرقه، ايمن اشرف لما الكل يقول ان هو بعد مباراه المنتخب انه خلاص الراجل ده بره، وتعمل على تجهيزه، يحصل تواصل مع الجهاز الطبي في منتخب مصر ويكون موجود النهارده، ده شيء يحسب لجهاز الطبي النادي الاهلي. احمد عبد القادر كان عنده اصابه، انه يجهز ويكون موجود النهارده ده شيء يحسب لجهاز الطبي النادي الاهلي. التواصل مع الجهاز الطبي في المنتخب التونسي علشان علي معلول. فالنهارده تحيه لكل المنظومه الاهلاويه، النادي الاهلي يستحق النهارده الفرحه، يستحق السوبر النهارده عن جداره بكل ارقام المباراه كمان، حتى الاستحواذ، الفرص، الاهداف بالتركيز. فالف مبروك للاهلي. تعالوا بقى نروح مره تانية لزميلنا كريم احمد ونرصد برضو اجواء الفرحه فيما بعد المباراه مع اللعيبه ومع نقطه التحول في الشوط الثاني واللاعب احمد عبد القادر. انا مستمر معاك اكيد يا كابتن ايمن، لكن هي الحاله شويه صعبه شويه. عبد القادر، عبد القادر واحد من النجوم نزل الحقيقه، عبد القادر نزل صنع الفارق، وده مش جديد عليك، انت مركز بشكل كبير جدا، الحمد لله توفيق ربنا كان معاك في ادائك المميز جدا والروح الكبيره بينكم. حابب تقول ايه للعيبه والجمهور الكبير، جمهور النادي الاهلي؟ والله طبعا بحمد ربنا على اول بطوله، برحب طبعا بالناس اللي موجوده في الاستوديو، بحمد ربنا طبعا زي ما قلت لك على اول بطوله، ربنا كرمنا الحمد لله النهارده في اخر دقيقه، يمكن انت لاحظت الجول جاي في الدقيقه حاجه و90، فده طبعا عاده النادي الاهلي، قدرنا نعوض الحمد لله، وصلنا للبلينات ربنا كرمنا، فتحس ان ربنا كان عايز يدينا النهارده، فالحمد لله يعني البطوله بتاعتنا الحمد لله، يمكن اول بطوله ليا، مش قادر اعبر لك عن الفرحه اللي موجوده يعني، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. موسيماني قال ايه لعبد القادر وتعليماته المهمه كانت ايه قبل المباراه، لان صناعه الفارق دي محتاجه تركيز كبير ومحتاجه تعليمات كمان بالنسبه للمدير. طبعا طبعا، يمكن هو كلمني اصلا قبل التغيير كمان بخمس دقائق، يقول لي اجهز ركز انت تبقى موجود في الماتش. قدرت ان انا اخد بعض الانستراكشنز منه، شرح لي على السبوره اللي المفروض يتعمل، قدرت انفذ يمكن حاجه 90% من اللي هو طالبه مني، قدرت اطلع بشكل كويس، ساعدت الفرقه يمكن لحد ما يعني، فالحمد لله يعني، فالحمد لله بحمد ربنا طبعا. كلمه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، احنا ما حققناش حاجه خلاص دقايق وهنبدا نفكر في اللي جاي، فحابب تقول لكل الجمهور. بقول لهم استمروا طبعا على دعمكم زي ما بقول لكم على طول، طبعا دعمكم ده اللي مخلينا في الصوره اللي احنا فيها. بوعدكم بالمزيد ان شاء الله من اللي جاي، سواء اي بطوله هتبقى موجودين فيها، بقول لكم ان شاء الله مش تبقى اول، مش تبقى اخر بطوله، فانتظروا المزيد باذن الله، وانتظروا المزيد من عبد القادر يعني حبيبي، الله يخليك يا اسطى. ومكملين اجواء الفرحه، ولكن هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره اخرى، ارجوكم انتظرونا.
مرة تانية اعزائي المشاهدين، ومباشرة برضو نروح بالمرة لقطر وزميلنا كريم احمد ولقاء من غرفة الملابس ورصد اصداء الفرحة بعد المباراة والكابتن رامي ربيعة. رامي ربيعة كابتن النادي الاهلي واللي روحه كبيرة جدا الحقيقة. رامي مبروك رامي، اخلاص وتركيز كبير الحقيقة كان واضح في التدريبات أفشا. وربنا كلل مجهودنا بالنجاح. حابب تقول للقفشة وكل اللعيبة، كل اللعيبة الحقيقة ادت اداء مميز جدا. ايه الله يبارك فيك يا حبيبي، مبروك علينا. طبعا زي ما انت شايف الروح الجميله زي ما قلت لك قبل كده. يعني في موقف حصل غريب كده سريع، يعني الواحد ما كانش كان مركز، ده دليل ان اللعيبه كلها مركزه في الماتش. ان السوليه اتصاب على طول، انا جابني من بره الملعب على طول، فهو انا يعني الحمد لله ان الواحد كان مركز شويه في الماتش، ودخلت في الاجواء ان انا بقى بوجه زمايلي، وزمايلي كلهم كانوا مركزين وقدرنا نعوض الجون اللي دخل في الاول. فالحمد لله يعني البطوله دي بالنسبه لي جماهير النادي الاهلي يعني طول عمرهم سبورت لينا وواقفين في ظهرنا، فاحنا دايما بنبقى يعني مبسوطين بالدعم ده. وزي ما انت شايف الجنان اللي هم فيه دلوقتي، انا عايزك تاخدش في الجنان ده. حتى ديانج، بص ديانج بقى بيغني. مبروك يا رامي من جديد، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. ديانج ليف ات، بص شو اتفضل يا عم، بص بيعمل ايه. السولية وفقدان السولية حقيقة قائد في الملعب، يعني كل تأثر نفسيا كده يا رامي بهذا الأمر. السولية لعيب كبير جدا جدا جدا، بس زي ما قلت لك الأهلي ما فيش فرق بين كبير وصغير، قائد مش قائد، النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي. يعني من غير جمهور النادي الأهلي يعني ده اللي بيوقفنا على رجلينا والله. فمبروك لجماهير النادي الأهلي، ومبروك ليا الرابعة، ويعني أنا ووليد سليمان يعني الحمد لله الرابعة علينا السوبر. فعقبال اللي جاي ان شاء الله، وعقبال جميل النادي الاهلي العظيم ان شاء الله. مبروك يا رامي. كابتن علاء، لو اتكلمنا على التغييرات النهارده، طبعا التغيير الاولاني ده تغيير اضطرار اكيد، ياسر ابراهيم كان السوليه قبل بدايه اللقاء. طيب محمد شريف مكان ايمن اشرف من بدايه الشوط الثاني، كان تغييره مهمه جدا، وكان يعني ياسر ما كانش تغيير، بس ياسر كان بدأ المباراة لكن ما اتوقعش تغيير، لكن تغييره مهمه جدا محمد شريف. وكان تقريبا كان اسامه اتكلم عن ان هو تغيير لازم بين الشوطين بسرعه عشان تعمل ضغط هجومي كويس، انك دلوقتي ما فيش داعي يبقى فيه ثلاثه ورا خلاص. هو واضح الرجاء من نهايه الشوط الاول وضح تفكير الشوط الثاني ايه، خلاص هدافع واحاول استحوذ على الكره قد ما اقدر في نص الملعب، على كور طويله ممكن يبقى فيه هجمه مرتده يعمل فيها مشكله لعيبه النادي الاهلي. عشان كده كان تفكير محمد شريف كان تفكير ممتاز، ضغط كويس قوي، محمد شريف بيتحرك كويس جدا، هيدي مساحات لبيرس تاو. انت خلاص الشوط الثاني اللي نفعك حاجه مهمه جدا، ان انت رسمت السيناريو اللي هيحصل. السيناريو اللي هيحصل في الشوط الثاني هو اللي نفعك كويس قوي قوي قوي، حتى لو الهدف اتاخر، لكن انت طول الشوط الثاني انت ضاغط وضاغط، عندك كثافه هجوميه كتيره جدا، وده اللي نفع الشوط الثاني. الشوط الاول ما كانش فيه الكثافه دي خالص، كنت بتوصل لكن بكثافه قليله جدا. لكن نزول محمد شريف، يمكن محمد شريف النهارده حتى مش في احسن حالاته، لكن وجوده عامل مشاكل، عامل قلق، بيتحرك بياخد مساحات، بيرسي تاو بقى لحد كبير فاضي متحرر طبعا. فدي كانت تغييره ممتازه من مستر موسيماني، واللي خلاها كويس قوي ان هو ما استناش ان بين الشوطين ما ضيعش وقت ولا عليه ولا على محمد شريف، ان لعيبا بينزل بين الشوطين احسن لما 10 دقايق وبعدين يبدا ياخد الريتم او الاداء بتاع المباراه. اعتقد كان تغيير ممتاز. طيب تعالوا بقى نروح لزميلنا كريم احمد، وبمناسبه الحديث عن محمد شريف، لقاء مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي. مبروك يا شارع عظيم، الف مبروك، مجهودكم كان كبير الحقيقه، راجعين من المنتخب مفيش وقت، الريكفري كان صعب جدا، لكن كان عندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان انتم تقدروا تفرحوا جمهور النادي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك لجمهور النادي العظيم على البطوله، الحمد لله ربنا كرمنا. يمكن زي ما قلت قبل كده الجون ممكن يجي في اي وقت، احنا بنلعب لحد اخر دقيقه، ممكن الجون يجي في اول دقيقه اخر دقيقه، المهم ان انت تفضل محافظ على تركيزك واصرارك طول الماتش. فالحمد لله ربنا كرمنا وجبنا جون فوت قاتل، والحمد لله خدنا البطوله. التعامل النفسي كان مهم جدا، لان احنا راجعين طبعا من المنتخب وما كانش فيه وقت ان انت ترجع نفسي وتقدر تجدد الرغبه والدوافع بشكل كبير، دي عايزه لعيبه خبره زيكم وزي قفشه وزي اكرم زي كل اللعيبه الحقيقه. طبعا احنا لما جينا معسكر النادي الاهلي خلاص فصلنا، يعني فصلنا سيبنا من اللي فات، قلنا نركز في اللي جاي، عندنا بطوله مهمه، بطوله قاريه كمان، مش بطوله مثلا كاس مصر، لا بطوله قاريه. طبعا انت عارف
البطولات القاهرية ده بيضيف لك أكتر من البطولات المحلية، بتحفر اسمك من ذهب في تاريخ النادي الأهلي. الحمد لله دي تاني بطولة ليا سوبر، إن شاء الله الفترة اللي جاية نقدر ناخد كل البطولات اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. قدرنا هنقفل الصفحة في الدقيقة دي وهنبدأ نفكر في اللي جاي إن شاء الله، لأن النادي الأهلي مطالب بكل بطولة إن شاء الله يخشها المرحلة اللي جاية والفترة اللي جاية. شريف شايفها؟ بصوا إحنا عندنا ماتشين في الدوري بنركز فيهم، اللي إحنا دايماً نفضل محافظين على سلسلة انتصاراتنا في الدوري. إن شاء الله يعني نحاول السنة دي اللي الدوري يبقى في إيدينا ونخلصه بدري، مش عايزين يحصل زي ما حصل السنة اللي فاتت. فان شاء الله نقدر نكسب الماتشين الجايين في الدوري، هيحطونا بعيد شويه عن المنافس ان شاء الله. سال الجمهور اللي بيدعم شريف وبيدعم النادي الاهلي، منتظرين منه اكتر من كده كمان. محمد شريف نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي، تقول لكل جمهور اللي بيدعمك وبيساندك بشكل كبير؟ طبعا جمهور يعني النادي الاهلي داعم ومساند للفرقه كلها مش لشريف بس. ان شاء الله بوعدهم ان شاء الله ان هعمل موسم احسن من اللي فات ان شاء الله. احنا كده كده لسه بدري في بدايه الموسم، انا ما لعبتش غير 4 ماتشات في الدوري، لسه بدري جدا. الحكم دايما في النهايه، وان شاء الله خير اللي جاي ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. مبروك طبعا لكل نجومنا، الحقيقه فرحه كبيره جدا يا كابتن ايمن. اسيبك كمان واسيب كل الجمهور مع اللحظات وفرحه كل لعيبه النادي الاهلي في غرف خلع ملابس بعد تحقيق السوبر رقم 8 ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. فرحه كبيره كابتن اسامه، ويمكن زي ما شفنا اللعيبه عندها اتزان كبير جدا بعد المباراه، برغم ان الفرحه زي ما قال الكابتن علاء وكابتن اسامه ان الفرحه طاغيه جدا، ويمكن توقيت او الاسلوب اللي احنا كسبنا بيه النهارده هو اللي مخلي الفرحه طاغيه. يعني احنا لو كنا كسبانين في الماتش العادي بتحس ان يعني فرحه عاديه، ده الطبيعي، انما الفرحه بتبقى طاغيه جدا 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 لما الامور بتتصعب عليك. ما فيش شك طبعا، كل ما الامور تتصعب الفرحه بتبقى بتاخد الاتجاه المضاد ده، اللي هو بتبقى فرحه قوي انك انت كسبت بعد صعوبه، غير لما يكون في اثناء اللقاء بسهوله مثلا او اثنين او فرق اثنين او فرق ثلاثه، بتبقى الامور اهدى، الفرحه بتنزل تدريجيا. مظبوط. لكن الفرحه في اللحظه الاخيره دي بتبقى كبيره. لكن لعيبه النادي الاهلي طبعا عندها اتزان، لانه متعودين على حصد البطولات واكثر الترشيحات اللي قبل اللقاء كانت رايحه ليهم. صحيح الماتش اتصعب وصحيح الرجاء عمل مباراه كويسه وتعب النادي الاهلي، ولكن الترشيحات الاكثر كانت لصالح النادي الاهلي. فهي الفرحه خدت الانفعال الزياده بعد الهدف، طبعا ساعه التعادل الاول اللي طاهر جاب، ثم في ضربه الجزاء الاخيره اكرم توفيق، ثم اضاعه عبد الاله مدكور ركله الترجيح الاخيره. فرحه كانت طاغيه قوي، لكن طبيعه الحال وبالذات مع النادي الاهلي اللي هو متعود على البطولات هتبتدي تقل شويه شويه شويه. عشان كده انت لما بتشوف اللقاءات بعد المباراه سواء مع شريف سواء مع الشناوي رامي كلهم عبد القادر كلهم بيتكلموا باتزان، واللعيبه يعني فرحتها في الاوضه طبيعيه ما فيهاش زياده قوي. مظبوط. لانه ده الاهلي متعود على هذا يعني التتويج، يعني مش صحيح. حاجه غريبه على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. طيب تعالوا نروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد في قطر ولقاء مع علي معلول. الف مبروك الحقيقه، مجهود كبير، كنا قلقانين يا كابتن علي من البدايه خالص وحابين نطمن عليك ونعرف الاخبار مع منتخبنا منتخب تونس طبعا، لكن جهد كبير الحقيقه وخبرتك اكبر، مبروك للعيبه ومبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك ان شاء الله لكل لاعبين النادي الاهلي على روحهم وعلى اصرارهم نتاعهم طول 90 دقيقه والتركيز. الحمد لله انتصار ما كانش سهل، كان صعيب، كنا نعرف انه تنتظر فينا مقابله صعبه مع منافس محترم ومحترم جدا، لكن خبرات النادي الاهلي والعزيمه وتشجيع الجماهير طول 90 دقيقه خلانا نرجع في المقابله في اخر دقيقه. الحمد لله، الف مبروك ان شاء الله للجهاز الفني والاداري وكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. حياتك كانت كبيره جدا الحقيقه منك علي ومن كل اللعيبه طبعا، لاعبين المنتخب الوطني وبدر بنون، لان ما كانش في وقت، الجهد كان كبير جدا، ما تقدرش تعمل ريكفري وترجع تاني، لكن كانت محتاجه تضحيات وفعلا التضحيات بانت في الملعب علي. الحمد لله، هي الاحتراف يخليك تخدم وتدي حق المنتخب، هذا اولويه، وكل الناس لازم تدافع على الوان المنتخب وعلى فريقك اللي عنده اولويه زاده هو. الحمد لله لاعبي المنتخب
ما بالرغم المقابلات الكبيره اللي شاركوا فيها والريتم الموجود، لكن شفنا ما شاء الله حمدي فتحي اليوم ولا اكرم توفيق الشناوي بدر، اللاعبين كل قدموا مقابله ممتازه، نشكرهم على المجهودات الكبيره نتاعهم وان شاء الله القادم افضل باذن الله. اكيد انا علي كلمه لجمهورنا العظيم الحقيقه اللي كان سر الفوز النهارده مع التحضيرات المميزه بالنسبه لكم، تحب تقول لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان سبب الفوز النهارده معاكم؟ لا، جمهور النادي الاهلي معروف انه هو المساند الرسمي للنادي وهو اللي في ظهر اللاعبين على طول حتى في وقت الشده. نشكر برشا للناس اللي موجوده اليوم هنا في قطر والناس اللي موجوده في كل مكان يشجع النادي الاهلي، الف الف مبروك، وان شاء الله المجموعه هذه قادره انها تفرح الجماهير بكل الالقاب باذن الله. الله يبارك فيك. كابتن عادل، انا كنت الان يمكن علي معلول في بدايه المباراه كنت حاسس في بعض اللقطات انه مجهد. طبعا بالذات الجول اللي دخل فينا، بس هو داس على نفسه جامد جدا 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 لحد ما كان مباراه الشوط الثاني وكان متميز جدا في اداؤه كالعاده. خد بالك اكتر اتنين بيجروا في الملعب اكرم وعلي معلول الطريقه الجديده دي، الطريقه الجديده بيبقى ما بين انت بتلعب مدافع بالطريقه القديمه اللي هي الاربعه، لما بتلعب مدافع ممكن تروح تهاجم في واحده اتنين، لكن انت وانت بتلعب في نص الملعب انت رايح بتهاجم وبعدين رايح تدافع وبعدين رايح تهاجم، فبتعمل كم جري. يعني انا متاكد تماما ان التفاوت بتاع الكيلو من اللعيبه علي معلول واكرم توفيق بيبقوا اعلى اتنين، بعديهم ممكن ديانج. ديانج بس بيعمل شورت سبرنت يعني في الجري اللي هو المتوسط اللي هو في 10 متر 15 متر، لكن علي معلول ممكن يعمل في كل مره 20 25 30 متر. طب انت اخد رايك في اخر تغيير، احنا اتكلمنا على احمد عبد القادر مكان وحسين شحات، طاهر مكان ياسر. ما هو الطبيعي لا، كلمني عن محمد طاهر، عن طاهر محمد طاهر. بص يا كابتن، انا طاهر مقتنع بيه جدا. يمكن من زمان وانا معجب بيه. لما جه النادي الاهلي طاهر محمد طاهر افتكر انه كلنا تفاءلنا كتير قوي بيه انه هيعمل مواسم كويسه. طب قبل ما تتكلم عن طاهر ما تيجي نشوف طاهر قال ايه بعد الماتش الكريم. طيب عشان بس لازم ارجع لقطر ونشوف طاهر هيقول ايه وهرجع لك ما تخافش. بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن، طاهر صاحب الهدف وصاحب الفرحه مع كل الحقيقه نجوم النادي الاهلي، مبروك يا طاهر. اصراركم كان باين الحقيقه من التدريبات وتحضيركم كان اكثر من رائع، لكن جمهور النادي الاهلي كان سره كبير جدا في اهتافه للكاس والفرحه الكبيره حابب تقول النهارده بعد الفوز ببطوله السوبر. لا اقول طبعا مبروك لكل الجماهير اللي جت واللي في مصر واللي في كل انحاء العالم. كانت مباراه صعبه واحنا كنا جايين عارفين انها ماتش صعب، وظروف الماتش كمان كانت صعبه باصابه كابتن عمرو السولية يعني بدايه الماتش قبل ما يبدا، فكل دي حاجات طبعا كانت يعني وترتنا شويه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكون متماسكين حتى لما دخل فينا الجون تقريبا احنا الماتش كله يعني احنا اللي مسيطرين، والحمد لله يعني الفرحه جت في الاخر قوي يعني، بس الحمد لله انها جت وقدرنا ان احنا نرجع كل الجماهير مبسوطه. الجون واحساسك ان انت كنت هتحط جون يا طاهر وانت نازل، يعني كلمني على الكواليس دي، هل كان عندك الاحساس ده؟ يعني والله الواحد بيتمرن يعني كويس وبيجتهد وفي الاخر ده يعني حاجه بتاعت ربنا، ولا ما تخيلتش اكيد طبعا في التوقيت ده، في يعني اول ما الجون جه دقيقتين بعدها والحكم صفر وهو ماتش اصلا 90 دقيقه، فلا يعني توقيت الصراحه ده تقريبا اغلى جون جبته في حياتي يعني. جمهور النادي الاهلي كان سر الحقيقه في الحماس والتشجيع مع التحضيرات الجيده جدا، فرق معاكم التشجيع والهتاف من اول دقيقه كده طبعا؟ اكيد طبعا، يعني انا بقالي في الاهلي تقريبا سنه اول مره العب في وسط الجماهير دي كلها، والحلو كمان ان احنا بنلعب مش في مصر، يعني احنا بنلعب بره مصر وكل الجماهير دي موجوده، بس دي حاجه يعني من ساعه ما اتولدنا احنا عارفين ان الاهلي في كل حته في العالم. تستاهل كل الخير الحقيقه، واللعيبه كلها تستاهل كل الخير لان مجهودكم كان كبير جدا. كلمه لكل اللعيبه الرجاله دي، لان احنا لسه ما حققناش حاجه، خلاص البطوله دي هتنتهي ولسه كمان عايزين نحقق اكتر من كده طبعا. لا بشكرهم وبشكر طبعا لعيبه المنتخب، يعني عليهم ضغط فظيع يعني، وبشكرهم لعيبه رجاله وبشكر كل الجهاز الفني ومجلس الاداره وبقول لهم مبروك، وطبعا محمود قاعد جنبي مش هقدر حبيبي طبعا، ويعني هو دايما اللي متمرن معايا يعني قبل التمرين دايما موقفنا على رجلينا، وبشكر اهلي وبشكر صحابي وبقول لهم مبروك يعني. كابتن عادل، رجال محمد طاهر. طبعا
ومقتنع بيه جدا، لعيب كويس. ايوه هو كان مشدود، هو لعيب كويس طبعا وما زال مشدود. طاهر ما بيلعبش 20 25% من اللعبه. سبب ايه؟ المهام من وجهه نظري يعني. تكليفه مهام معينه قصدك؟ طاهر مهامه انه بيدافع كتير قوي اكتر وبيجري كتير. هو كان بيلعب حر في المقاولين. هو في المقاولين ما هي دي المشكله، هو نجم المقاولين فبيلعب حر، فما كانش بياخد وظايف. فاول لما جه في النادي الاهلي بياخد وظايف لازم 50 50. ايوه بس هو كان بيزودها شويه، ما بيعملش 50 دفاع و50 هجومي، بيعمل 70 دفاعي و30 هجومي. علشان كده طاهر محمد بيبانش طاهر دور الهجوم. طاهر محمد طاهر هداف. فشوفوا مع المقاولين العرب طبعا. انا مع المقاولين كان بيعمل كل حاجه في انا 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 بقول ان طاهر محمد طاهر الجون ده دفعه كبيره قوي. اتمنى اتمنى انه يرجع يبدا على طول ويلعب ويتصبر عليه فتره طويله قوي، عشان طاهر مشروع كبير لينا كنادي اهلي استثماري. هو كمان يحسب له ان هو مش عبد القادر، مش مدي ودانه لبره الناس اللي بره، الحاجات اللي بتتكتب. وزي عمار وزي عبد القادر وزي عمار وزي طاهر محمد طاهر، دي اسلحه مهمه جدا عندهم الكوره والعناصر الجديده، العناصر الجيده في كره القدم زي عمار. عمار حمدي انا اتمنى ان عمار حمدي يبدا يلعب. يمكن انا عمار حمدي من الناس لو لعب عمار حمدي هبص هيعمل لك اداء غير عادي. فاتمنى انه النظره تبقى لعمار حمدي، ياخد بقى ماتشات الدوري اللي جاي هيكسر لك الدنيا ان شاء الله، هو وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. طيب اتمنى ان هم كابتن اسامه اخيرا دايما. رجل المباراه. رجل المباراه ناس كتير النهارده. لا انا عايز واحد رجل المباراه. مش رجال المباراه. فهم الرجال. رجل المباراه. طيب انا هقول لك حق. اتفضل. لو قلنا رجل المباراه ممكن نقول طاهر، علشان نزل النهارده احرز الهدف التعادل. هو صاحب الهدف التعادل في الثواني الاخيره، وكمان سدد ركله الجزاء في توقيت صعب. فالنهارده طاهر محمد طاهر ممكن اعتبره انا من وجهه نظر النهارده رجل مباراه، زائد كمان جاز الفني موسيماني، تغييرات الشوط الثاني، جاز الطبي. انا المنظومه كلها صراحه عشان ما اظلمش حد. ماشي يا كابتن اسامه. وكمان الجمهور اللي كان متواجد في ملعب المباراه. انت شكرت الناس. لا استنى الجمهور انت شكرت الناس كلها في بدايه السيزون. طيب راجل المباراه مين؟ طاهر محمد طاهر. كابتن علاء بيرسيتاو. بيرسيتاو بس. كابتن اسامه بيرسيتاو. اقول لك ليه؟ لا لا اقول ليه؟ بقول سريعا ليه؟ انا ما قلتش لانه الشوط الاولاني كان اكتر واحد مؤثر في اللقاء وبيحاول وعمل جهد كبير جدا. الشوط الثاني ادى بنفس المستوى وعمل اكتر من كره خطيره في ال 18 وعمل كره الجون وجاب برده ضربه جزاء. فانا يعني في ناس لعبت على فترات، في ناس لعبت مثلا 40 دقيقه كويس، في لعبت ناس شوط، في ناس ابتدت وحش وكملت كويس. هو في مجمل الماتش كان الافضل من وجهه نظري. كابتن عادل مع اسامه طاهر طبعا. طاهر رجعت للمباراه وخد قرار جريء وجاب جول. والحاجه الثانيه شاط بنالتي كويس. و هي ليه توضيحات؟ هو ليه توضيحات؟ ما نقول الراجل المباراه خلاص. ما انا قلت بيرسي تاو وسكت. صح. لا لا لازم ما لناش شافت. لا طاهر طاهر اتمنى استنى عايز لكم ثاني. طب لا خلاص خلاص لا 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 كمل يا اخي سيبك والنبي. لا على فكره كمل يا احمد عبد القادر قده بشكل كويس، ولكن انا تملي بحب ادي اللي لعب 90 دقيقه اكتر. يعني رجل المباراه على مدار ال 90 دقيقه، لكن واحد بينزل تلت ساعه اثر، ولكن ممكن يلعب خمس دقايق ويعمل. وانا انا ارجح الكفه لطاهر محمد طاهر. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع محمد هاني، وبعدين نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن. محمد هاني الحقيقه واحد من نجوم، واحد من الابطال، دوره مهم جدا الحقيقه خارج الملعب وداخل الملعب. مبروك يعني لعيبه رجاله الحقيقه. الفتره كانت صعبه جدا، لعيبه المنتخب حملت على نفسها بشكل كبير، وايضا كمان لعيبتنا حضرت. حابب تقولي على الجيم وحابب تقولي على فوزك ببطوله السوبر؟ والله طبعا يعني اول حاجه الحمد لله طبعا على بطوله زي دي، بطوله مهمه جدا يعني، وبطوله مهمه للنادي الاهلي ولمسيرتي انا شخصيا يعني. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كافئنا في الاخر بفوز كويس وفوز طعمه حلو، ان انت تكسب في اخر دقيقه دي حاجه جميله يعني.
اكيد ده مش من فراغ، يعني اللعيبه تعبت واللعيبه عملت اللي عليها، والحمد لله ربنا كافئنا يعني وخلانا ان شاء الله نرجع مبسوطين. يعني بطوله قاريه رقم 23 فرق بيننا وبين ريال مدريد ثلاث بطولات، لان ريال مدريد 26 دي حاجه فخر كبير جدا الحقيقه. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا يعني. طبعا يعني ده يعني البطولات دي من واحنا صغيرين كده كنا بنتفرج على اللعيبه وهي بتاخد بطولات في النادي الاهلي يعني، فدي حاجه. وانا يعني الحمد لله طبعا اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي الحمد لله اتعودوا على ريحه البطولات، يعني الحمد لله بقت البطولات بتيجي ورا بعض. ودي كنا يعني قعدنا فتره مفتقدين البطولات القاريه دي، قعدنا كام سنه كده، بس الحمد لله الجيل ده كله نفسه يعمل حاجه، الجيل ده عايز يحقق حاجات زي الاجيال قبل كده اللي حققوا حاجات يعني. الحمد لله ده سر الفوز الجمهور الحقيقه، يعني حماسهم الكبير والكثافه اللي كانت موجوده، نفسنا نشوف الحقيقه الكثافه دي في ومدرجاتنا في الدوري العام. والله انا عايز اقول لك الواحد يعني بيخش الاستاد كده بس والله نفسه بتتفتح اللي هو يلعب. الناس اللي موجوده دي كلها النهارده يعني الواحد كان شايل هم ان هو يروح والناس دي كلها زعلانه ان احنا خسرانين ولا حاجه، فيعني طبعا حاجه جميله. جمهور النادي الاهلي ده احنا في اوقات من الماتش كنا بنقعد نبص عليهم وهم بيشجعوا، حاجه جميله يعني. يا رب يبقوا اكتر من كده في مصر ان شاء الله يعني باذن الله. الصفحه اتقفلت خلاص؟ هو هنا كده على طول، احنا هنفرح النهارده ونبسط واحنا راجعين في الطياره وكل حاجه. هنرجع بكره ما اعرفش في تمرين ولا لا، بس بعده تمرين وهنجهز بقى اللي عندنا ماتش في الدوري او ماتشين، فخلاص يعني مش هنقعد نفتكر بقى ونقعد نفرح ومشاعرنا بقى، لا خلاص هي بنرجع خلاص يعني نركز بقى في الماتش اللي جاي ايا كان مين اللي هيبقى موجود، لازم برده نكسب لغايه بقى ما نشوف اللي هيحصل التوقف والكلام ده. حبيبي ربنا يخليك حبيبي، مبروك الحقيقه لمحمد هاني وكل اللعيبه ابطال السوبر الحقيقه ومحملين اللقب، يستاهلوا كل الخير الحقيقه على المجهود الكبير اللي بذل خلال الايام الماضيه. يا رب ان شاء الله باذن الله نشوف الفرحه دي على طول بشكل مستمر مع لاعبينا ومع جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي هناكد في كل رساله وفي كل كلامنا. سر الفوز النهارده والحماس والهتاف اللي كان في اخر اللحظات هو جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا وقيمته كبيره جدا، وايضا جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر في تشجيعه ومساندته الكبيره جدا في كل البطولات خلال المرحله القادمه. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر وشك حلو. ربنا يخليك كابتن ايمن، انت وشك حلو طبعا ودايما منورنا دايما في الاستوديو. اولا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن اسامه حسني. كابتن ايمن، الاهلي مصدر السعاده لكل جماهير المصريه. البعض كان رايح يقول ان ركلات الجزاء بالحظ، لا هو مش بالحظ، هو ربنا دايما بيدي كابتن اسامه اللي بيجتهد. شفنا كلنا ان النادي الاهلي عنده اصرار داخل ميدان اللعب. يمكن كنت انا قاعد انا كابتن اسامه وكابتن عادل عبد الرحمن في الحجره بنتفرج على المباراه، وكلنا كنا واثقين ان النادي الاهلي هيكسب المباراه نتيجه الدوافع اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي. تحيه كبيره للاعبي النادي الاهلي النهارده، تحيه للجمهور اللي كان موجود النهارده، تحيه طبعا مجهود كبير جدا وادى دوره بشكل جيد. تحيه للجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. منظومه متكامله بتدي درس للكل، النجاح ليه عوامل كثيره كابتن اسامه، مش بس اللعيبه في الملعب، لا في اداره، في ناس بتشتغل، في مجهود كبير جدا. الاخر خالص بنقول ان النادي الاهلي النهارده اثبت ان هو فريق جيد، يعني كلنا فرحنا بهذا المكسب الكبير. كابتن ايمن، في التحكيم كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا ان الاتحاد الافريقي يعين جون جاك ندالة الحكم الكونغولي في هذه المباراة الكبيرة. النادي الاهلي نادي كبير والنادي رجاء ايضا نادي كبير، وكانت مفاجأة النهارده ان هو ساب الحكام الكبار كابتن اسامة سيكازوي، بكاري جسامة، عندنا فيكتور جوميز، مصطفى غربال، مجيد النضايق، كل دولت حكام كبار ولهم خبرات كبيرة. النهارده اسند المباراة للحكم الكونغولي جون جاك ندالة. هنقول بشكل عام الحظ كان النهارده متوفر معاه كابتن اسامه في كتير من الحالات، ولكن انا هتكلم في ثلاث عناصر مهمين جدا 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 يا كابتن ايمن، خاصه به هذا الحكم اللي هو النهارده عنده 35 سنه، قدامه فرصه كبيره جدا جدا ان هو يؤدي كمان بشكل طيب. بنتكلم على عنصر اللياقه البدنيه، هو امتياز النهارده في عنصر اللياقه البدنيه، بيقدر النهارده يجري كمل بشكل رائع. عنده حاجة جميلة جدا، ازاي بينوع اسلوب الجري كابتن اسامة من التحمل العام، تحمل السرعة، للسرعة القصوى عند لزوم. كمان كان عنده تحرك جيد وتمركز جيد، ده كان عنصر اللياقة البدنية انا بديله فيه 10/10. هاجي في نقطتين تانيين، حتة المخالفات الفنية داخل ميدان اللعب وحتة الإدارة. بنتكلم على الشوط الأول يا كابتن أيمن، كان هناك طبعا النادي الرجاء كان جايب جون،
بدري، وبالتالي كان عندهم كل اللعيبه انطباع ان هم يضيعوا في الوقت، وده شفناه اكتر من مره وفي اصابه اللاعبين. انا فوجئت ان هو مدي 3 دقائق فقط الشوط الاولاني، طبعا قليل جدا جدا، خاصه ان كان على الاقل 6 دقائق في الوقت بدل الضايع. حاجات ثانيه في الملعب هنتكلم في الانذارات. يمكن هو كان في لعبتين كان يجب انذار لاعبي الرجاء فيهم للدخول بتهور، وهنا بتكلم على معايير احتساب المخالفات والبطاقات اللي هي الصفر. يمكن هي دي كانت عنده مشكله. نيجي للدقيقه 70 يا كابتن ايمن، ودي كانت حاله من الحالات المهمه قوي قوي. الكل كان بيطالب بركله جزاء، هي نتيجه ان الكره تصطدم باليد. تمام، الكره تصطدم باليد، مش كل لمسه يد كابتن ايمن بتتحسب ركله جزاء او بتتحسب ركله حره مباشره، ولكن هنا بنتكلم في معايير احتساب المخالفه. هنا المعايير كابتن اسامه بنقول هل الايد لعب في البوينت اوف كونتاكت ساعه ما الكره راحت كانت واخده حيز، كانت مكبره الجسم؟ لا طبعا، اللعبه طبعا كانت موجوده، لاعب الرجاء كانت ايده جنبه وهو حتى كمان بيحاول يشيل ايده من الكره، وانا شايف ان هنا القرار كان قرار الحكم كان رائع. رائع ليه؟ لان هو كان متواجد في الحدث كابتن ايمن وعنده زاويه رؤيه واضحه. بخلاف ذلك انا بقول ان لابد ان يكون الشخصيه اقوى من كده. ايوه يعني هو عنده عنصر الشخصيه شويه متردد، حتى كان في رمي التماس المساعد ادى شمال وهو ادى يمين وبعدين اختلفوا. لا، لابد ان يكون الشخصيه اقوى من كده. النهارده حضرتك فريق اداك مباراه كبيره. ايوه لابد انك انت النهارده ويعتبر يعني بشكل كبير انت نجحت فيها، ولكن نتكلم على اللي جاي، اللي جاي اقوى بكتير. كنت عاوز اقول حاجه كابتن ايمن؟ لا، التقييم في المجمل هو مر بالمباراه ونجح، يعني خلينا نقول نجح بالمباراه. تاني بنقول ان يمكن هي دي الحاله الوحيده كانت في الدقيقه 70، ولكن بشكل عام المباراه كانت ماشيه بشكل كويس. الحمد لله ان اليوم عدى على خير. اليوم عدى. شكرا كابتن، اشكرك. شكرا جزيلا. حلو كابتن ايمن. الله يخليك كابتن، دوشك انت. شكرا كابتن، شكرا جزيلا، ودايما متميز معانا. الله يخليك كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنراسل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه السوبر الافريقي بين النادي الاهلي المصري والرجاء المغربي، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي بالسوبر الافريقيه للمره الثامنه والمره الثانيه على التوالي. حابب اشكر كل نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. الله يخليك، شكرا. وعايزين كاس العالم بقى ان شاء الله. ان شاء الله كاس العالم يا اهلي. كابتن عادل الرحمن، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. ونقفل واللي جاي باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. مبروك ايمن، مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. كابتن اسامه حسني، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن، وربنا يكتر السلف بتاعنا هنا في الاستوديو. يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني. اطيب المنى وارق التحيات.